للفقرة التعليمية في حياتنا والمدرسة أكيد جانب تعليمي وجانب جدا مدعوم من قبل القيادة الرشيدة، لذلك مشاهدينا أيضا للمتاحف دورا جدا كبير في تعليم الأفراد. لذلك مشاهدينا هناك متحف ترفيهي وتعليمي يقدم العديد من المعلومات والمعرفة عن جسم الإنسان ومعلومات عن العمليات الحيوية التي تحدث داخل الأجهزة الرئيسية كالجهاز الهضمي والجهاز العصبي، وأيضا يضم المتحف الكثير من المعروضات المتنوعة لمختلف الأعضاء البشرية مثل القلب، المعدة وأيضا الرئتان، نتعرف عليه أكثر من خلال التقرير التالي. لعل رؤية الجسم البشري أمر لم يخطر في بالك من قبل، وذلك لاستحالته واقعياً، ولكن ليس بعد الآن. ففي هولندا يقع متحف كوربس الفريد من نوعه في العالم، والذي يسمى متحف علم جسم الإنسان، والمبني خصيصاً لغرض واكتشاف أعضاء الجسم البشري، حيث يعد المتحف الأول والوحيد حتى الآن في تناوله لهذه الفكرة، ويقع في هولندا بين أمستردام ولاهاي، ويطلق عليه اسم كوربس والتي تعني باللاتينية الجسم، ويبلغ ارتفاع المبنى نحو 35 متر، تم بناؤه على شكل الجسم الإنساني في وضع الجلوس. يتيح المتحف فرصة التعرف على أعضاء الجسم، حيث يقوم المرشد بمصاحبة المجموعات السياحية كل بضع دقائق، ويقوم بتعريفها على الأعضاء البشرية الكبرى كالقلب والدماغ، كما يقوم بعمليات شرح وتمثيل عملي لتأثير المؤثرات السمعية والبصرية والحسية والغذائية عليها. كما يحتوي المتحف على تقنيات حديثة تعرض الأجهزة بشكل ثلاثي الأبعاد، كما يوضح المتحف الحالات اليومية التي يعيشها الإنسان كل يوم كنومه، تنفسه، استيقاظه ونبض قلبه. كما يمكن أيضا مشاهدة الأعضاء بالصوت والصورة وكيفية عمل كل عضو مع صوته، كما ينظم المتحف للزوار محاضرات تعنى بالغذاء الصحي ودورة الغذاء داخل الجسم، مع نماذج من أساليب الحياة الصحية ودور ممارسة الرياضة على الأعضاء الداخلية.